بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يوم الجمعة العظيمة هو أعظم أيام السنة، هو يوم الصليب، والصليب بالنسبة لنا هو علامة الخلاص، هو دستور الإيمان. الصليب هو الطريق إلى الآب السماوي، الصليب هو الحب والمصالحة، الصليب هو رباط قوي بين الله والإنسان وبين الإنسان والآخر. وأنا لا أتخيل أن هناك حياة بدون الصليب ولا خلاص بدون الصليب. هو جسر العبور من وادي الموت إلى الحياة والسلام والفرح والسماء والأبدية. فإذا أردت أن تكون إنسانا مسيحيا حقيقيا عليك أنك أنت تحمل الصليب، لأن المسيح قال له المجد: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويأتي ورائي. وبالتالي فإن المسيحي بدون صليب مش ممكن يتذوق طعم الحياة المسيحية، ومش ممكن يعيش حياة حسب مشيئة الله. ومشيئة الله للإنسان هي القداسة، وهي غفران الخطايا. والحياة الحقيقية عليك أنك أنت تحمل فيها خشبة الصليب، تحمل شجرة الحياة، وتسلم ذاتك، لأنه ده مفتاح الملكوت. وإذا كانت الحياة هي عبارة عن طريق طويل مليان بالمتناقضات، فهذا الطريق يشبه تماما طريق الصليب ومراحله المتعددة. وعلى قد ما نسلك فيه بأمانة بنستحق الحياة، ونقف أمام الله بكل فخر واعتزاز، مش من أجل ما أنجزنا من أعمال ولا حزنا من ممتلكات ولا شهادات ولا إلى آخره، ولكن لأننا حملنا الصليب بحب وبفرح من أجل غفران خطايانا، ومن أجل أن نقدم المحبة ونعيش في مصالحة ونعيش في خلاص. كلمة صليب اللي احنا بنستعملها بتعبر عن آلة تعذيب كان يحكموا بيها بالموت، ينفذوا بيها حكم الموت على الناس، وهي اللي نفذوا بيها حكم الموت على مخلصنا يسوع المسيح. وهي في ليها كلمتين، فيها كلمة كسيليون يعني خشبة أو شجرة، واستفروس ده اللي معناها صليب، الاستفروس. وإحنا في إيماننا المسيحي بنرسم علامة الصليب في بداية كل أعمالنا، كل الأعمال في ختامها أيضا، كل ما يحدث في حياتنا على مستوى الجماعة أو مستوى الفرد، في كل خدمات الكنيسة نبدأ بعلامة الصليب ومقترنة بالصلاة وبالطلبة. إشارة الصليب هي عبارة عن ملخص للإيمان المسيحي. هذا الصليب اللي تحول مع حدث الصلب لما ربنا اتصلب عليه إلى نبع للقداسة، يتقدس منها كل مؤمن يقترب ويلامس خشبة الصليب بخشوع وبمهابة وبإكرام. وأعطى الصليب لنا في الكنيسة علامة مميزة جدا، وهي الانتصار والغلبة على الخطية والموت وكل أعمال الشيطان. نعددها في صلاة الشكر، نقول: مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. وبعدين نرشب الصليب ونقول: انزح عنا وعن سائر شعبك. بقوة هذا الصليب ينزع الله عنا الشرور والمخاطر. ويحمل أيضا معنى التجسد، فبنقول باسم الآب، وبعدين ننزل تحت نقول إيه: والابن. الابن تجسد في بطن العذراء، فنشير إلى البطن. وبعدين نقول ننقل بقى من الشمال اليمين، إن إحنا عن طريق الصليب انتقلنا من الظلمة إلى النور، من الجحيم إلى الفردوس، وانتصرنا على الخطية والموت وخدنا سر الغلبة. نرجع لسؤال مهم: ليه المسيح له المجد اختار الصليب؟ الصليب هو جسر محبة، محبة من الله للإنسان. وقال عليه الكتاب المقدس: ليس لأحد حب أعظم من هذا. وهو الطاعة التي أطاع بها الابن الآب في مشيئة أنه هو
يتقدم للصلب والموت، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وهو أيضا وسيلة لجذب الناس، وأنا إذا ارتفعت عن الأرض جذبت إلي الجميع. فبالصليب صار المسيح هو الكاهن، وهو أيضا الذبيحة. على الصليب تلاقوا السيد المسيح مصلوب رافع يديه الاثنين كده هوت، كأنه كاهن يقدم ذبيحة، بس هو نفسه هو الذبيحة، يعني هو كاهن ولكنه في نفس الوقت هو ذبيحة. اللي بيبص له يشوفه كاهن واقف رافع يديه، ولكنه في الحقيقة هو أيضا يراه ذبيحة. الصليب كان المسيح هو الميت القائم، معلق على الصليب رجلي شيلاه، أسلم الروح وهو واقف، وهو واقف بين السماء والأرض. دي إشارة لأنه هو ميت، بس هو حي لأنه واقف، بس هو مات فعلا، يعني هو حقيقة مات، ولكنه قام لأن فيه كانت الحياة. فهو أسلم الروح لكن قوة الحياة كانت كائنة فيه. فحتى وهو قائم من بين الأموات كان محتفظا بالجراحات عشان نشوفه مذبوح وهو قائم. الصليب صالح الأرضيين مع السمائيين، فالسيد المسيح يمثل الله في وسط البشر، ولا بيمثل البشر أمام الله، يعني كان هو اللي واقف في النص بين البشر وبين الآب السماوي. الآب السماوي لما يجي يتطلع للإنسان يراه من خلال المسيح، والإنسان عندما يرفع قلبه إلى الله يرفع قلبه من خلال المسيح فيجد القبول أمام الآب. فهو ابن الله ولكنه هو أيضا ابن الإنسان. من دون التجسد كان السيد المسيح هيبقى ابن الله، والبشر هم أبناء الإنسان، ولكن لما تجسد المسيح وحد البنوة لله مع البنوة للإنسان، وصار هو نفسه ابن الله وابن للإنسان معا، وأراد أن يجعل صلة بين الله والإنسان. الصليب يشير إلى الأنا المبذولة أو الطاعة الكاملة. الصليب في حد ذاته بيعلن حياة التسليم الكامل لله، زي السيد المسيح له المجد في مظهره على الصليب كان واقفا، ولكن في الحقيقة كان كل جزء في جسده مقيدا. الصليب صلب الجسد مع الأهواء والشهوات، ونقول كده مع بولس الرسول: مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. في الصليب تمت النبوات، كان الصليب ضرورة لأن فيه تمت النبوات، زي داود النبي ما قال: ثقبوا يدي ورجلي، اقتسمون ثيابي وعلى لباسي يقترعون، في عطشي سقوني خلا. وقال كما رفع موسى الحية في البرية ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فالمسيح حمل خطايانا اللي ترمز للشر للحية، وصعد على الصليب وسمر الخطية على الصليب، وهو نزل وساب الخطية معلقة على الصليب. الصليب تتميم للنبوة المزمور لما بيقول: ملك الرب على خشبة. يعني ايه الخشبة اللي يملك عليها الرب؟ هي الصليب، هي أداة الموت اللي من خلالها ملك على قلوب البشر. وكان الصليب هو العرش، باعتراف الوالي نفسه لما كتب يافطة فوق كده المسيح، وكتب يسوع الناصري ملك اليهود، وكتبها بثلاث لغات: اللاتينية واليونانية والعبرية، بمعنى أن العالم كله اعترف أن هذا هو ملك اليهود. وهنا بقى أنتقل بيكم لنقطة تانية، إزاي أن الصليب يوضح لنا بر الله. وضح لنا معلمنا بولس الرسول أن الإنسان كان يتجه نحو الهلاك الأبدي، وربنا هو اللي دفع الدين عن الإنسان عشان يفتديه. فقد أجلس الرب يسوع كإنسان عن يمينه وبرر كل من يؤمن به مجانا بنعمة الروح القدس، زي ما وضح لنا بولس الرسول في روميا، وقال: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه، ليكون الله برا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. وهنا يجيني السؤال اللي قاله أيوب الصديق متحيرا، وقال: كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وأيوب كان يعلم أن الله غفور ورحيم، ولكنه كان يعرف أيضا أنه عادل وبار.
فإن كانت محبة ربنا ورحمته تريد أنها تسامح الإنسان الخاطئ، لكن عدله وبره بيحتمه إدانة هذا الإنسان الخاطئ. كأننا هنا بقى في جلسة محكمة، وممثل الادعاء بيطلب أن هو يوقع أقصى عقوبة على المذنب الاستهام بالوصية الإلهية وأخطأ ضد الخالق، لكن ممثل الدفاع بقى واقف يطالب استعمال الرأفة والرحمة مع المتهم المسكين ويطلب له البراءة. هنا بقى القضية ليست فيها ادعاء شخصا ولا المحامي شخص آخر، بل هو الله واحد، الله رحيم وبار في آن واحد ومحب ولكنه عادل في الوقت نفسه. هنا بقى بتيجي يحضرنا آية في نبوءة أشعياء لما بيتكلم عن الله أنه إله بار ومخلص. فكيف يكون الله بار ومخلص في نفس الوقت؟ إزاي إن الله البار يخلص الإنسان؟ أو إزاي يبرر الإنسان المذنب المخطئ؟ هنا الصليب يرد بينا على هذا السؤال، إن ربنا مرضاش إن يسيب الشر بدون عقاب، يعني اللي أخطأ لازم ياخد عقاب، ولكن كانت له رغبة في خلاص الإنسان المخطئ. وما كانش ينفع إن ربنا يسامحه، واحد يقول لك طب ما كان ربنا سامح آدم كده، قال له طب يا آدم أنا مسامحك، كان إيه لازمتها اللفة الكبيرة دي؟ ليه احتاجنا الكفارة؟ عايز أقول هنا إن الله بالصليب أظهر بره في أنه هو أذان الخطية، فالعدل الإلهي خد حقه، ولكن أيضا أظهر بره في تبرير الخاطئ، وقد دفع المسيح دين الخطية عنه. فهنا أوفى العدل وأوفى الرحمة والبر، عشان كده يقول ايه في المزامير، الرحمه والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما. كلا الرحمه والعدل كانوا هما الاثنين بيطالبوا بتبرير الانسان الخاطئ المذنب في المسيح الذي يؤمن بالمسيح. عشان كده قصه الصليب احبائي هي قصه الخلاص، قصه دخول الله تاريخ الانسان، هي اللحظه اللي دعا الله فيها العالم أن يعيش في عمق الحب الإلهي، وأن يسوع قدم ذاته فداء عن البشر، وفي هذه التقدمة أعاد العلاقة الحميمية بين الله والإنسان بعدما فقد الإنسان طريقه للخلاص لما سقط في الخطية وانفصل عن الله والاستقلال الذاتي. وهكذا ذاق الإنسان طعم ثمرة الخلاص لما جعل يسوع من جسده مأكل ومشرب، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. والمسيح تألم على الصليب حتى يعطي البشرية حياة جديدة ومتجددة على الدوام، حياة يتحول فيها الحزن إلى فرح، والكآبة إلى أمل، واليأس إلى رجاء، والخطية إلى نعمة، ويتحول الموت إلى حياة جديدة. يتبارك الله في الكنيسة لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد.